ينظم صندوق تحيا مصر قافلة طبية شاملة على مدار 3 أيام لتقديم الخدمة في 10 تخصصات لمواطني 5 قرى بواحد سيوة. وأوضح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر تامر عبد الفتاح أن القافلة توفر الكشف الطبي من خلال 49 طبيبا في تخصصات عدة، بالإضافة إلى صيدلية لصرف العلاج الموصى به من الأطباء داخل القافلة. وأضاف أن الصندوق يتوسع في تقديم الخدمات في المناطق الحدودية والقرى النائية.